السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتعرفوا على معايير توزيع المناصب الشاغرة على الأساتذة داخل المؤسسة، يعني إن شاء الله في بداية المؤسسة في بداية الموسم الدراسي بعد التوقيع على محاضر الدخول كيتم توزيع المستويات على الأساتذة، وهنا غادي نشوفوا المعايير توزيع هذه المستويات كيف يتم ذلك. إذن اول شيء هو التراضي، يعني يقدر يكون هناك تراضي بين الاساتذه، يعني اي استاذ بغى واحد المستوى يقدر يشدو وما يكونش واحد الامتناع من الاساتذه الاخرين، يعني هنا كيتم التراضي. ثاني شيء هو الاقدميه في المؤسسه، يعني اقدم استاذ في المؤسسه الى ما كانش التراضي هو اللي عنده الحق باش يختار اي مستوى بغى. اذا الى ما كانش التراضي والاقدميه في المؤسسه كان فيها تساوي كنرجعوا للاقدميه العامه. هذه الاقدميه العامه يعني تاريخ التوظيف وتاريخ التعيين بالاكاديميه وتاريخ التعيين بالمديريه وتاريخ التعيين بالمؤسسه، كل وحده في هذو عندها واحد النقطه معينه كنحسبوا هذه النقاط وكنشوفوا شكون اللي عنده اكبر نقاط في الاقدميه العامه. في حاله التساوي كنلتجؤوا للسن، يعني اللي عنده اكبر سن هو اللي عنده الحق في اختيار المستوى اللي بغى. اذا هذا الامر كله يحق لكل أستاذ الاحتفاظ بمنصبه الذي درس به السنة المنصرمة ما لم تتغير البنية، يعني أي أستاذ درس واحد المستوى في السنة الماضية وما تغيرتش البنية تاع المؤسسة، يعني ما تنقصش واحد المستوى ولا تزاد واحد المستوى، عنده الحق باش يحتفظ بالمنصب ديالو أو بالمستوى اللي درس. أما هاد المعايير هادو يعني كيتم الاعتماد ديالها في حالة ما تم تغيير البنية ديال المؤسسة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.